امبارح خلال كلمته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، طالب سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بإعادة مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي في ضوء التطورات الإقليمية والعالمية الجارية، وقال إن الدولة عملت على الإصلاح الاقتصادي من خلال برنامجين، الأول حقق نجاح لأنه تم قبل انتشار فيروس كورونا، أما الثاني فبيواجه صعوبات نتيجة عدم استقرار الاقتصاد العالمي. الكلام ده الحقيقة كانت نتيجته خسائر تقدر ب6 إلى 7 مليار دولار في آخر 10 شهور. خلينا نعرف تفاصيل أكتر مع دكتور عمرو صالح مستشار البنك الدولي السابق وأستاذ الاقتصاد السياسي. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وبعد التحية يعني زي ما تابعنا سيادة الرئيس تحدث عن ضرورة إعادة مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، ماذا يعني ذلك يا فندم؟ يعني إيه مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي؟ اولا صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدينكوا في مصر. خليني بس افرق ما بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الاثنين اتحطوا في سله واحده. يمكن البنك الدولي سوفت اكتر، يعني بيشتغل على مساعدات اجمالية وبيشتغل على برامج دعم، ودي نقطه مهمه قوي، برنامج دعم السياسات على نقل معرفه وتعديل في السياسات. الحقيقه الصندوق اللي هو المونيتري فوند يعني بيشتغل على الكتل النقديه وعلى السياسه النقديه، ويمكن الصندوق دوره هارد اكتر او دوره قوي اكتر او دوره شويه جاف وحاد، لانه بيشتغل على السياسات النقديه والسياسات الماليه. ويمكن تاريخيا، وخلينا نقول هذا الكلام تاريخيا، الصندوق ينظر الى الموازنه وعجز الموازنه والى الدعم والى مؤشرات ماليه، ولا يضع كثيرا، وانا بحطها بين قوسين، ولا يضع كثيرا النواحي الاجتماعيه في الاعتبار. كلنا نفتكر ان مفاوضاتنا مع المنظمات الدوليه لصندوق النقد الدولي بالذات في 2014، صححيني لو كنت ذاكره رجعت بينا لورا، بتكلم في 10 سنين يا محمد، يمكن 2014 لما السيد الرئيس رفض البرنامج الاصلاح الاقتصادي اللي كان مقترح من صندوق النقد الدولي. طيب دكتور، تقييم حضرتك لاشاره الرئيس عبد الفتاح السيسي لان الدوله لا تريد زياده الضغط على الراي العام؟ بالظبط، وانا كنت اقول الكلام ده، ان في 2014 لو نرجع بالذاكره لورا، ان السيد الرئيس رفض برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي كان مقترح من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لانه لم يكن يوفر مظله اجتماعيه، ومصر بعديها وفرت مظله اجتماعيه. بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور عمرو صالح مستشار البنك الدولي السابق، شكرا جزيلا لحضرتك. يعني لسه حديثنا مستمر مع حضراتكم، وزي ما كنا بنتكلم مع دكتور عمرو تحدث انه صندوق النقد الدولي معني اكتر بالكتله النقديه، ويمكن المعايير الاجتماعيه مش بتكون في حساباته قوي، وده يمكن اللي الملخص لما يحدث حاليا في المشهد الاقتصادي. وطبعا بكل تاكيد هنحاول ونعاود الاتصال بدكتور عمرو صالح مستشار البنك الدولي السابق مره اخرى للحديث اكثر حول هذا الموضوع.